نتعرف على طريقة وكيفية إيجاد تحديث المجاز على تطبيقكم لوفلي بينت. نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على التطبيقات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيق لوفلي بينت، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التحسين، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مسح تخزين مؤقت، بعدها سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، وهنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيق لوفلي بينت. سوف يظهرنا على هذا الشكل، وعندما تجدون هنا تحديد قم بضغط عليه وسيأتي بتحديد تطبيقكم لوفلي بينت. وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة.